فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذه الرسالة استعرضنا بعضا من أسئلتها في الحلقة الماضية. السائل الذي لم يذكر الاسم في رسالته أيضا يستفسر عن آية كريمة في هذه الرسالة في قوله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من سورة الحج، وهي في سياق الهدي الذي يهديه الحاج والمعتمر إلى بيت الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، يذبحها في الحرم ويتصدق ويأكل منها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: والبدن، البدن الإبل، وقيل ويشمل البقر أيضا، فالبدن في الأصل هي الإبل. جعلناها لكم من شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، الشعيرة هي العلامة، والمراد هنا علامات طاعة الله سبحانه وتعالى، فجعل الله الإبل ونحرها من علامات طاعة الله، فالذي ينحر الإبل في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من علامات طاعته لله وتقرب إلى الله عز وجل. من شعائر الله لكم فيها خير، فالإبل فيها خير كثير يتقرب بنحرها إلى الله عز وجل، وهذا عبادة عظيمة، وينتفع بلحومها للأكل والتصدق والإطعام، وهذه منافع عظيمة، ويحمل عليها: فاحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وهذه منفعة عظيمة، وينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها من نسيج، قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالإبل وبهيمة الأنعام عموما فيها خيرات كثيرة للعباد. ثم قال جل وعلا: فاذكروا اسم الله، أي سموا عند ذبحها، قولوا بسم الله والله أكبر عند ذبحها. صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى عند الذبح، فالإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن ذلك أيسر في الذبح وأسرع في الإجهاز وأسرع في خروج الدم من أوداجها، فتنحر وهي قائمة، بخلاف البقر والغنم فإنها تفجع على الأرض وتذبح. ثم قال جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، الوجوب معناه السقوط، فإذا نحرت قائمة وسقطت على الأرض فإنها تكون قد ماتت وزهقت روحها، فحينئذ يحل أكلها. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميتة على الأرض فكلوا منها، وهذا الأمر للاستحباب، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو السائل، والمعتر هو الذي يتعرض ولا يسأل. وفي الآية التي قبلها: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيستحبوا أن يأكل من الهدي وأن يتصدق منه وأن يهدي منه أفلاسا، يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه مثل الأضحية. نعم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نعم، هذا تعقيب في آخر الآية في بيان نعمته سبحانه وتعالى، أنه سخر هذه البدن فجعلها مذللة لمصالح بني آدم تصرفون فيها، مع أنها أقوى منهم وأكبر منهم خلقة، ولكن الله مللها لهم لمصالحهم، فتنقاد لحوائجهم، يحملون عليها ويركبونها ويذبحونها ويأكلون من لحومها، فالله سبحانه وتعالى مللها لهم. كذلك سخرناها لكم، أي لأجل مصلحتكم، لعلكم تشكرون الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة. نعم.